السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناة برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا مراجعة فيلم اجينست ذا ايس. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ولو حابين تشوفوني في فيديوهات تانية تأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، ويلا بينا نبدأ. وبتدور احداث الفيلم في عام 1909، لما بينطلق اتنين من مستكشفين الاراضي في رحلة عبر الاراضي الجليدية لاستكشاف ارض معينة عليها نزاعات. ونشوف كمان في احداث الفيلم الرحله بتاعتهم دي وايه المخاطر والصعوبات اللي بيواجهوها. الفيلم عمل تقديم للشخصيات بشكل حلو، هما شخصيتين بس، يعني اداني تلميحات كده في الاول انا خلاص فهمت الشخصيه دي عباره عن ايه والشخصيه التانيه برضو عباره عن ايه. بالنسبه لي رتم الفيلم كان بطيء جدا جدا جدا، وحسيت بملل شديد في بعض الاحيان، مع ان في حاجات لو كانت اتعالجت كانت ممكن تخلي الفيلم ده في منطقة تانية خالص غير اللي هو موجود فيها دلوقتي. وهتكلم دلوقتي في شوية عوامل كده كانت لازم تتعدل، كانت هتعلي رتم الفيلم بصورة حلوة جدا. أولا إن الناس دي انطلقوا في رحلة، وكان يعني معاهم شوية أكل معين، شوية حاجات بسيطة بتحصل لهم أحداث، تمام، وبيطولوا في المدة اللي هما كانوا رايحين فيها أطول من اللي كانت متوقعة. ومع ذلك أنا ما حسيتش بالخطر، يعني إن هما في الشخصيتين دول موجودين مفيش أي خطر كان عليهم طول أحداث الفيلم. يمكن مشهد مثلا كان فيه خطر بس، ففين خطر؟ فين خطر الموت من الجوع والعطش؟ فين خطر ان انت تايه؟ فين الخطر في كل المشاهد دي؟ انا ما حسيتش ان هم يعني بيواجهوا اي خطورة. انا عادي ان هم الناس تحس انهم متعودين على الخطورة وبيتوهوا كل يعني كل سنة بيقضوا منها 3 4 شهور ان هم تايهين في الجليد وعادي وما عندهمش اي مشاكل. كان لازم ابراز الموضوع ده بشكل افضل من كده، ان انت تجيب لي ان هم موجودين في حالة من الذعر وحالة من الخوف والخطر، لان هم خلاص الاكل اللي معاهم بيخلص والمال اللي معاهم هتخلص، هيموتوا من الجوع وهيموتوا من العطش كده. كان لازم تبين لي الحاجات دي. تاني حاجة، وهم ان يعني هم قعدوا مدة طويلة جدا هما الاتنين بس لوحدهم وتايهين وكده، ومع ذلك الفيلم عدى الايام برتم سريع، يعني عدى الفترة اللي هم قعدوها دي برتم سريع. كان بياخد لك كل شوية يجيب لك ان هو عدى مثلا 40 يوم، عدى 50 يوم كده، دون ابراز معاناتهم مع الايام اللي عماله تعدي دي، وان هم لوحدهم خلاص. برضو نفس الجانب ده، نفس اللي هو الشعور بالخطر، ان هم برضو تحس مفيش يعني مفيش مشكله، هو عادي، مش حاسسهم ان هم من جواهم ان احنا خلاص دلوقتي احنا تايهين وقاعدين بقالنا حوالي مثلا 3 سنين او سنتين، وفي نفس الوقت اللي هو خلاص تحسهم مستسلمين ومتعايشين مع الوضع عادي خالص بدون اي معاناة من ان انتوا تايهين والناس اللي معاكم مش موجودين ومستنيين الفرج، مستنيين ربنا يبعت لكم اي حد ينجدكم من الواقعة اللي انتوا موجودين فيها. الحاجات دي بقى انا ما حسيتهاش، فكان لازم ابراز المعاناة بشكل اوضح من كده، لان الفيلم انشغل ببعض الخطوط التانية اللي اعتقد ان هي ملهاش اي لازمه خالص وما بتاثرش في اي حاجه. ويعني الفيلم اصلا مستوحى من احداث حقيقيه، فانت المفروض تجيب لي الاحداث الحقيقيه وتفكنا من بعض الخطوط اللي انت رميتها في النص كده خاصه بشخصيه الكابتن ما كانش ليها اي لازمه. لو جينا نبص لغرض الرحله، فهم يعني في ارض عليها نزاعات وهم عايزين يثبتوا ان الارض دي خاصه بالدنمارك. فالهدف من الرحله دي هدف سامي جدا، الناس عايزين يثبتوا ان الارض دي بتاعتهم. برضو الهدف ده ما تمش ابرازه بصورة واضحة، يعني ما جابليش ان هو الرحلة دي من اجل الهدف النبيل ده. برضو ده شيء انا ما حسيتوش طول احداث الفيلم، كنت حاسس يعني ان هما بيستكشفوا خلاص. انا لا يعني في انت معاك دلوقتي هدف حلو جدا، هدف نبيل قوي، ما حسيتوش. حاجة اخيرة بقى بالنسبة للسيناريو، بس مش عارف حد حس بيها تاني ولا ده انا لوحدي، هما احداث الفيلم بتدور في اوائل القرن العشرين، يعني هما 1909، شوف زود عليهم سنتين تلاتة اللي قعدوهم كده. المكان بقى يعني بننتقل من الجانب بتاعهم وبنروح بقى للجانب التاني، العالم اللي هما مستنياهم والناس اللي بتدور عليهم وكده. انا ما حسيتش ان هما في الفترة الزمنية دي، حسيت ان هما دلوقتي عادي، ما كانش باين عليهم خالص ان هما ناس قديمة، كان تحسهم لا ان هما في نفس الزمن بتاعنا ده. دي نقطة انا مش عارف انا بس اللي حسيت بيها ولا حد تاني حس بيها، فياريت حد يشوف الفيديو حس بالموضوع ده يكتب لي تحت ان هو برضه حس ان هما ناس مش قدام. السيناريو كان يعني ادانا بعض الخطوط الدرامية الكويسة اللي كان ممكن نشتغل عليها، ولكن هو انشغل بالحاجات العيوب اللي انا قلت عليها دي، فدي غطت على اي حاجة هو كان بيحاول يعملها. فالسيناريو هنا كان محتاج يبقى يعني مكتوب بشكل احسن من كده، والاحداث كانت محتاجة تتكتب بشكل افضل من كده عشان انا ما واجهش الملل، وفي نفس الوقت الاقي حاجات مش متجاوب عليها. نروح للاداء التمثيلي. الفيلم معانا من بطولة نيكولاي كوستر والدو ومن بطولة جو كول.
هما الاتنين طبعا ابطال الفيلم، الاتنين هما المستكشفين وهما اللي موجودين معانا طول الفيلم ومع بعض الشخصيات اللي بتظهر في عدة مشاهد، فهما الاتنين دول اللي يلزمون. بالنسبة لنيكولا هو أداؤه كان حلو جدا، هو كان قايم بدور الكابتن، عمل شغل كويس، كان في شوية خطوط كده بتبرز الشخصية بتاعته وعملها بشكل حلو، ولكن هي بالنسبة لي الخطوط دي عمق عامة يعني في السيناريو ما كانش ليها أي لازمة، فما كانش لازمني الحتة دي، كانت ممكن تزود له شوية دراما خاصة بالرحلة هو برضه هيعملها بشكل حلو، كانت هتبقى أحسن بكتير. بالنسبة لجوكول فأنا الحقيقة أداؤه عجبني جدا جدا جدا، وشايف إن أداؤه ده كان حلو أوي أوي، ولو كان الفيلم أبرزه بشكل أفضل من كده كان هيبقى أحسن، ولو الفيلم عموما السيناريو بتاعه مكتوب بشكل أفضل بأداء جو كل ما كان موجود فيه كان ممكن يروح بأدائه ده لحتة تانية خالص، ولكن مع عيوب السيناريو اللي موجودة ما أعتقدش إن هو الأداء هيفرق في أي حاجة، ولكن الأداء التمثيلي هنا حلو جدا من البطلين الاتنين وخاصة جو كول، يعني ده أداؤه عجبني جدا والأداء التمثيلي حلو مش هتواجه معاه أي مشكلة. بالنسبة للإخراج طبعا احنا عندنا 90% من أحداث الفيلم بتدور في الجليد، الناس بقى اللي بتحب الجليد وكده هتبقى معجبة قوي بالإخراج، والإخراج عموما ما فيهوش لعب، ياما إخراج نقول إن هو جيد يعني مش ما فيهوش حاجة عالية قوي وفي نفس الوقت مش وحش، بس النقطة كلها اللي فيها الإخراج النقطة لما كنا بننتقل على الجانب التاني، الناس اللي مش موجودة في الجليد وعايشين في الحتة التانية أنا كنت بحس إن هما مش قدام، فأنا مش عارف ده شعوري أنا لوحدي ولا ده عامة حاجة اللي هو ممكن أي حد يشوف الفيلم ياخد باله منها، لو يعني هو بالنسبة لي أنا من رأيي الشخصي الحتة دي هتوقع عندي الإخراج لأن أنا محسيتش إن هما قدام، فلا أنا هعيب عن المخرج في الحتة دي، لكن على الجانب الآخر بالنسبة للجليد أنا مواجهتش أي مشاكل معاه. فيلم أجينست ذا آيس هو فيلم جيد، ولكن أعتقد إن هو يعني في فئة معينة من المشاهدين هو موجه ليها مش موجه للكل، في ناس هتشوف الفيلم ده هتعجب بيه أوي هتبقى مبسوطة، لكن ما اعتقدش ان هو يعني هيعجب عامة الناس اللي اشوفه. عموما سيبولي رأيكم يعني قولوا لي الفيلم ده بالنسبة لكم كان حلو ولا وحش، انا بالنسبة لي كل العوامل اللي اتكلمت فيها دي لو اتعالجت بشكل افضل من كده انا كنت هحب الفيلم ده جدا، ولكن ما يعني الحاجات العيوب اللي انا قلتها انا حسيت بملل شديد الصراحة وانا بشوفه. هو عموما يعني ايه الناس اللي بتحب الاعمال التاريخية الناس اللي بتحب الحاجات الجريد وكده اعتقد انها هتعجب بيه، الجانب الاخر اعتقد ان هم مش هيحبوه هيبقى بالنسبه لهم ممل زي ما كان بالنسبه لي. وبس كده اعزائي المشاهدين ده كانت كل حاجه عندي النهارده، يعني سيبوا لي رايكم في الفيلم يعني هو هل هو ممل ولا لا ده شعوري انا بس، ولو عايزين بقى يعني تشوفوني فيديوهات تانية كده انتم مشتركين في القناه ما تنسوناش بقى بلايك وشير للفيديو لو عجبكم، اشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.